بها منذ البداية موسكو لأول مرة انتقدت إن صح التعبير التصرفات التي قامت بها الجهات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي في قطاع غزة. على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، قالت بأن الجانب الإسرائيلي وعن طريق القصف الذي استهدف المباني المدنية في قطاع غزة تسبب في زعزعة الاستقرار في المنطقة، وسبق وأن عبرت موسكو على قلقها من هذه التطورات. بالأمس كان هناك اتصال هاتفي بين نائب وزير الخارجية والمبعوث الرئاسي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل باغدانوف مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. عبر خلال هذا الاتصال باغدانوف عن دعم موسكو الكامل للتهدئة والهدنة بين الطرفين، بين إسرائيل والجانب الفلسطيني. وجدد خلال هذا الاتصال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل باغدانوف على موقف موسكو الثابت من مبدأ حل الدولتين وضرورة إقامة دولة فلسطينية على أساس 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. عبر أيضا عن موقف روسيا من دعم جهود الوساطة المصرية والوساطات العربية للتهدئة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وذكر بأن الحل أو حل التوتر والسلام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون عن طريق الحوار وسبل الدبلوماسية. موسكو تجدد مرة أخرى بأنها مستعدة لاستضافة حوار بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني في حال ما إذا اقتضت الأمور.